ونروح إلى اختصاص في هذا المجال. انطلقت الفكرة، توسعت بعد أكثر. الهدف مالتها كنت أسألهم دائما، هدفكم من أنه تكون هناك مميز لبغداد؟ دائما نشوف النساء هم عندهم عرض أزياء، لكن الشباب ما عندهم عرض شباب، مظلومين. واحد مو يم وظلم، وإنما احنا نريد نوصل إلى فقدان اللون، اللون اللي يلبسه الشاب، الألوان وتنسيق بين الألوان، التنسيق بين الجمال، التنسيق في قصة الشعر، التنسيق في شكله، في طبيعة جماله. عكسي في بغداد، بغداد فقدت للألوان، بغداد ما بيها ألوان، بغداد تحتاج إلى هكذا احتفالات، هكذا حفلات. ولهذا اليوم من دعينا الأخ المرسومي المطرب اللي هو مميز مهند، أيضا ضاف لها جمال حتى يكون حضور بي بغداديين وبي من الشباب والشابات. وهذا ركزنا عليه، وهناك نشاطات أخرى أوعدكم كشرقية وكمشاهديكم أنه مع هالشباب راح يكون هناك مبادرات أخرى شبابية. منذ 3 سنوات وإحنا نعمل وياهم إلى مبادرات ومبادرات ومبادرات حتى نحقق هذه النتائج الإيجابية. بغداد تستاهل كل الخير. منو راح يفوز؟ الفائز الثالث الأول، فائزين الثالثين عندنا صعدوا، خلي نشوف بس لحظة. الفائز الأول، الثالث، نقول اسمه لو لا؟ شافوه وش صار وش؟ أحمد فراس. أحمد فراس الفائز الثالث الأول. مبروك يا احمد، وخلي نشوف احمد شنو رايه باليوم. هو الفائز الثالث الاول مناصفه بلد الرياض. اول شيء طبعا اشكر كل اللي صوت لي، واهدي فوز للاهل والاصدقاء، واشكركم شكرا جزيلا. شكرا لك احمد على روحك الفنيه. خلي يجي مهند يلبسك الوشاح للفائز الثالث. تصفيق احمد الرباعي. الفائز المركز الثالث مناصفة مصطفى عبد الوهاب. مصطفى عبد الوهاب تتم، شنو رايك اليوم بمشاركتك وانت الفائز الثالث مناصفة مع احمد فراس؟ الحمد لله والشكر على راضي بالنتيجة؟ فائز الثاني نعيم وردة. يا اهل الهوى، طاع الهوى،
والله يعني أنا فرحان بهذه الاحتفالية، شيء جديد. هذا يساعد من تطور وتوعية الشباب. يعني أتوقع هذا الشيء كان يصير بالسبعينات، حالياً انفتح من جديد، وإن شاء الله يا رب أفكار الشباب تطور أكثر وأكثر، ونتمنى إحنا دائماً أكثر هيك أفكار أو غير أفكار يعني. طيب مهند، برأيك كيف يكون إنه الشاب مميز؟ أنت كشاب، ما هي مميزات الشاب المميز؟ هو الشاب المميز هو اللي دائما يسعى وراء الأفضل ويسعى وراء النجاح. النجاح هو اللي يجيب التميز. يعني دائما الشاب لازم يفكر للنجاح حتى يكون مميز. طبعاً الفعالية أكثر من رائعة، وأنا اجتازيت كل هالمسافة بس أنا مود أجي وأشاركها. صح أنه واحد من أقاربي أنه موجود بيها، بس أنا عموماً إجيت على مود هاي الفعالية لأن تعتبر من الأولى من نوعها موجودة يعني بهالبلد، وحلو أنه يوجهون طاقات الشباب لهيجي أمور بعز هيجي الظروف طبعاً، ويعني فتشي أكثر من رائع. أنه شيء ما مطروق هذا، وشيء كلش حلو أول مرة يصير، ومثل ما تشوفين يعني الناس كلش حبت انه تشارك فيه، والحمد لله انه احنا سوينا شيء كلش حلو. يعني اتصور كل اللي حيطلعوا لنا حيكونوا فرحانين باللي شافوه. دائما نسمع انه مميز بغداد او جميلة بغداد، هذه فكرة جديدة انه هناك مميز بغداد، ما تفاجأتي بهذه الفكرة؟ انه مو تفاجأنا، بس انه هو هسه صار انه اكثر شيء الولد ازياءهم، كان هذا الشيء ما قليل، بس هسه الأكثر شيء الواحد يباوع له بالولد لبسه ستايله، فإنه هذا الشيء حاولنا نهتم به وإنه نغير فكرة المجتمع له. أنت كفتاة برأيك إنه الشاب كيف يكون مميز؟ الشاب هواية أشياء ممكن تخليه مميز، مو بس اللبس، اللبس والشخصية وأسلوب الكلام، هواية أشياء. Oh,
تحتاج لها كلام. واضح الجهد اللي بذلها هؤلاء الشباب حتى تكون تخرج هذه الاحتفالية الأولى من نوعها في بغداد بهذا الشكل الأنيق الراقي. اشتغلوا على تفاصيل كثيرة حتى تأتي هذه الفعالية مرضية للجميع، مرضية لهم للحضور. يمكن هذا يشجع الآخرين على أن يأخذوا مبادرات الشباب بالكثير من الاهتمام حتى يوفروا لهم يعني يؤمنون بمبادراتهم، وإن شاء الله تكون هذه المبادرة فاتحة لمبادرات كثيرة ثقافية. صح العنوان الأبرز لهذه الاحتفالية هو اختيار شاب مميز لبغداد، لكن من خلال أحاديث الشباب شفنا كمية الوعي اللي هم يمتلكون. هذه المبادرة هي أبعد من العنوان إلى أشياء كثيرة حسيتوا بها من خلال هذا التقرير. أشكر متابعتكم مشاهدينا، وما أنسى أقول ورد لكم شباب العراق، أكيد أنتم الأمل وأنتم الوجه الجميل لعراقنا. شكر لكل من شارك اليوم في ظهيرتنا، للضيوف، لزملاء المراسلين، كادر الشرقية، وشكر لصالون دايم يهتمون بإطلالتي، ومحبة وسلام مني رقية حسن في الإعداد والتقديم، ومن فراس السراي. نلتقيكم على خير إن شاء الله.